دلوقتي جيب معادكم مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. مساء الفل، ازيكم؟ وحشتوني جدا جدا. من ضمن القراءات اللي بحب اعملها دايما عشان نعمل حلقة من برنامج التوليفة تكون فيها اضافة للناس، وطبعا انا بدور دايما على الكتب اللي مش موجودة في المكتبة. انا اسمي احمد مراد وده برنامج التوليفة، معلش دايما بنسى اقوله عشان بيسمعني لاول مرة. والبرنامج ده بقاله 3 سنين في نجوم اف ام، ومعمول خصيصا عشان يقلب الافكار بالمعلقه جوه دماغنا ويخلينا عندنا قدره على ان احنا نكتشف ان احنا ماشيين يمكن في سكه مش احسن حاجه، ممكن يكون في سكه تانية، او ان انا اللي انا فيه ده تمام، بخلاف طبعا الاستمتاع بالقراءه نفسه وتفتيح مواضيع. والبني ادم اللي ما بيتغيرش، دايما بقول ان هو بني ادم ما بيقراش فما بيتغيرش فما بيستمتعش، لانه المتعه في التغيير اهم بكتير جدا من الثبات على حاجه حتى لو كانت خطا وانا مرتاح لها. ففي الاخر التغيير حتى لو متعب مؤلم محتاج مني ان انا افك افكار كتير واركبها تاني، اعتقد ان ده بالنسبه لي حاجه كويسه قوي. لذلك انا من الحاجات اللي كانت شغله بالي ان انا ادور دايما على الكتب اللي مش موجوده في المكتبات. في ازمه كبيره جدا ان احنا بنعمل حاجه اسمها السلكشن المغلق، يعني بمعنى اصح احنا بندخل المكتبه فبنشتري كتب البست سيلر اللي عجبانا، فالمكتبه بتكتشف ان الكتب دي اللي بتبيع اكتر فبتتك عليها اكتر، بتشيل اي حاجه تانية على جنبها علشان تسيب هذه الكتب مسيطره. لان هو كل واحد فينا ليه منطق، انا عايز ادخل مكتبه استفيد، هو عايز يبيع. مش ده مش معناه انه مش عايز نستفيد، بس اقصد انه هدف المكتبه كمشروع تجاري هي انها تبيع الكتاب. الهدف بتاعي انا ان انا استمتع بالكتاب. فاذا احنا كل واحد فينا بيلعب على لعبه مختلفه تماما. فعشان كده اللي بيحصل كالاتي، وده اللي حصل على فكره في عالم السينما، ان احنا بنروح نلاقي الفيلم الامريكاني في السينمات. هو الموزع برضو بتاع السينما بيعمل ايه؟ بيقول لك يا معلم الفيلم اللي مريح الناس، اولا الانجليزي لغه مفهومه بالنسبه للناس، هجيب لهم يعني هندي 3 ساعات ولا اجيب لهم هندي؟ مش كل الناس بتحب الهندي، واكيد مش هجيب فيلم فنلندي ابيض واسود مقاساته والاسبيكت ريشيو بتاعه كده مثلا مربع وتجريبي، ولا هروح اجيب فيلم ايطالي ولا هجيب فيلم كوري، الكلام ده يتفرج عليه في منصات. خلينا في الفيلم الامريكاني المضمون الاكشن اللي هو بيمثل 90% من حب الناس للافلام. وطبعا الافلام الامريكانيه عظيمه، ولكن اقصد في سينما تانية اكتشفناها مع المنصات لما بدانا نشوف اسباني وايطالي وبتاع. فلذلك بيحصل سيلكشن داخلي، يعني بتفضل الحاجه تدور جوه نفسها بدون ما نغير الطعم. فايه اللي بيحصل؟ ان انا بلاقي الموزع بيبتدي يحكم لي الافلام الامريكاني بس، ويبتدي يشيل لي كل حاجات تانية. انا ما بطلبش غير ده، وما بيجيش في يوم كده يفاجئني يقول لي انت دايما بتيجي تاكل عندي كشري، ايه رايك اديك النهارده باستا بالالفريدو بالبتاع؟ ما فيش، ما بيعملش كده خالص، لان هو مش عايز يفاجئك فتنفر فتقول له ايه القرف ده فيخسر فلوس. وكذلك المكتبه، لما بتلاقي النهارده كتب، طبعا مكتبه اوسع لانها فيها كذا حاجه، ولكن برضو في الاخر في كتاب اتباع منه نسخه على مدار سنتين، فيعني هحطه ليه في المكتبه؟ وبرجعه لصاحبه واقول له خلاص والله مش ماشي قوي، شوف مكتبه تانية تبيعه، او اذا كانت مكتبه متخصصه. فلذلك برضو جوه المكتبه بيحصل حاله من حالات ان انا بدخل الاقي اللي موجود بس. عشان كده انا بدعوكم ان انتوا تدوروا على القراءه الالكترونيه دايما، ان هي ليه؟ لانها مفتوحه تماما، مش مرتبطه بمكتبه. اللي بيبيع بيحط اي منتج على النت، مش مطالبين خالص ان احنا نبقى عندنا ازمه في فكره ان هو حاطط ده عشان يكسب، لان هو الموضوع اوبن تماما. هو طبعا انا بتكلم على الليجل اي بوك، اقصد انك لما بتدخل على منصه وتشتري تعمل اشتراك فيها، فتقوم لاقي على طول كله مفتوح فتقرا اللي انت عايزه. هو مش مهتم بقى انت بتقرا، هو المهم ان انت بتحط الاشتراك الشهري وكده خد فلوس وقدر ان هو يتيح لك المحتوى اللي عنده كله، فبتتفرج على اللي انت عايزه. يد برضو في الاخر بيعمل لك طبعا بيست سيلر في حته وبيهايلايت الناس المهمه وكل حاجه، ولكن الدنيا بتبقى مفتوحه. انا بقى لما باجي ادور بقوم نازل بقى ايه في حتت غريبه. عندي صديق عزيز على قلبي جدا بيجيب لي حاجات من سور الازبكيه قديمه ما بقتش تتطبع، بجيب كتب قديمه. ده الكاتب صديقنا احمد العيدي، طبعا تحيه ليه طبعا، يعني بيغوص في عالم الكتب بيجيب لنا حاجات درر عظيمه. ولما بندور لما بدور على حاجه كمان متخصصه بروح على الالكتروني، فبلاقي بصراحه عليه حاجات لطيفه قوي. Anyways انا النهارده لقيت كتاب لذيذ قوي بقى لي فتره قاعد شغال عليه، وبعدين اكتشفت ان هذا الكتاب معمول ككونسبت عام موجود بره في العالم كله بقى له فتره، طالع عليه كتب كتير قوي. المصطلح بتاع هذا الكتاب logical fallacies، او مغالطات منطقيه، يعني مغالطات في المنطق، يعني طريقه المنطق بتاع الكلام بتاعنا
في حاجات غلط وبلفات احنا مش واخدين بالنا منها خالص، وده اللي بيخلي النهارده ان السوشيال ميديا مثلا فيها جدل لا ينتهي، وده اللي بيخلي البرامج فيها ناس بتقوم ترمي بعض بالكراسي ساعات، لانه طبيعه الجدل ما بيوصلش الى نتائج محدده مفهومه، هو كل واحد عنده منطقه الخاص وشغال بيه، وكان كل واحد معاه مسطره، انا مسطرتي بالانش، حد تاني مسطرته بالسنتي، وبنقعد نقيس مع بعض، انا اقول 3 فيقول ازاي 3 ده عندي 9، اقول له على فكره انت ما بتفهمش ده هم 3، هيقول لي يا ابني ده 9، احنا الاثنين صح او احنا الاثنين غلط، المهم ان في مفيش مسطره معينه للمنطق. وعشان كده الكتاب اللي انا قعدت اقراه، في كتاب منه بالعربي في كتاب بالانجليزي، هتكلم في العربي عشان يكون اقرب لينا، ممكن تجدوا المصطلح بتاع لوجيكال فالسيز موجود بره على كذا كتاب اخر، الدكتور اللي هتكلم عليه النهارده بتاع دكتور عادل مصطفى، وده صدر عن مجلس اعلى للثقافه، يعني تروحوا دار الاوبرا تسالوا عليه ممكن، او في معرض الكتاب اوريدي خلاص داخل علينا هو بعد ايام فتقدروا تلاقوه طبعا. وهو كتاب بيتكلم على المنطق اللي فيه مغالطه اللي ما بنقدرش نفهمه، وبنقعد نخبط فيه تخبيط غريب قوي. طبعا محاور الكتاب اصلا لذيذ قوي، بتكلم على احتكام الى القوه، يعني استخدام القوه، استخدام السلطه، احتكام لعامه الناس، اسمع كلام الناس، الجهل، عامل حاجه اسمها الرنجه الحمراء، هنعرف يعني ايه الرنجه الحمراء، التعميم، المتسرع، الحجه الشخصيه، كل دي فصول لذيذه جدا جدا. وهو عنده طبعا كتير جدا جوه، انا بديكم بس اسماء الفصول، ولكن عنده حاجه اسمها عربه الموسيقى، المنحدر الزلق، مهاجمه رجل القش، مثلا التركيب والتقسيم، ذئب بالتداعي، المقامر، كل العناوين لذيذه تضحك جدا، وفيها كده امكانيه ان انا ابقى عايز اعرف فعلا في ايه. وانا شايف ان هو بصراحه كتاب هتستمتعوا بيه، لان هو هندسي جدا جدا، تو ذا بوينت جدا، وهيديكوا شويه منطق يخلي حياتنا اسلس بمراحل. يلا ناخد اغنيه صغيره ونرجع تاني نمزمز في منطقه الكتاب المغالطات المنطقيه. انتوا لسه مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. النهاردة بنتكلم على كتاب المغالطات المنطقية في التوليفة، وأنا هحط لكم بعض النقط اللي ممكن تفهموا الكتاب بيتكلم عنها ازاي، لان هي بصراحه انا شايف ان هي مفيده جدا حتى في التعامل مع اولادنا، مش بس التعامل مع الاخر يعني. وطبعا حته التعامل مع اولادنا دي هي بتبقى في بعض الناس بتحس ان هي تربويه قوي ومدارس قوي وبيت وسندوتشات جبنه وبيض وجبنه رومي وبتاع، بس هو الموضوع فعلا يستحق ان احنا نركز فيه بشكل كبير، لانه هيوفر علينا فعلا تايم كبير قوي في الهرس كده بيننا من بعض والخناق المستمر، بالذات على السوشيال ميديا، بالذات لان احنا مش شايفين بعض، فرمي الطوب بيبقى دايما اسهل واسلس يعني. هو مثلا بيتكلم على هنا حاجه اسمها الهجوم على الشخص مثلا، يعني في احد الفصول بيقول ايه، بيقول مثلا ان الخطا، بيقول المنطقي بيقول ايه، خطا منطقي بمعنى مش منطقي يعني كويس، كلمه منطقي يعني خطا خاص بالمنطق، يعني لما اقول خطا منطقي مش يعني خطا حلو لذيذ، لا يعني منطقي يعني خاص بمنطق البني ادم. هو بيقول مثلا الهجوم على الشخص الذي يقدم الحجه بدلا من الحجه نفسها، يعني ممكن جدا وانا في مؤتمر كده اقوم داخل في الشخص ده شمال هاجمه هو بشكل شخصي. دخلت مره عند الدكتور مثلا حضرتك وعايز مثلا في سمنه عندك وعايز تخس، حضرتك عايزه تعملي تدبيس، تعملي مش عارف ايه، فدخل للدكتور فبدانا نقابله، فلقينا ان الدكتور اصلا اوفر ويت جدا وبيبيع لنا موضوع السمنه ده، فاحنا بدانا نقول ايه يا عم الحاج، ايه اللي انت بتعمله ده، يعني انت داخل تخين وعايزنا نخس، طب انت هتعملها ازاي، انت مش عارف تظبط نفسك، بلاش النهارده مثلا ايه، مش ما نقدرش نثق في راي احمد مراد في المناخ خالص، لانه بيتكلم في المناخ ايه يا عم، ده مش عالم اصلا. احنا هنا بنسيب المنطق وبنخبط في صاحب المنطق نفسه، هل ده صح؟ لو انت النهارده عايز تبقى كتاب الامير يعني وبتاع وتعمل لبش قدام الناس وتعمل مشكله، طبعا ده هيفيدك جدا جدا، ولكن هو في الاخر ما بيوصلش الى نتيجه محترمه او ما بيوصلش الى نقاش محترم. فكره ان البني ادم لازم يكون دارس الشيء عشان خاطر يتكلم فيه لطيفه، لما تكون مثلا لو بنتكلم في طبعا في منطق مغاير، انه مثلا حضرتك بتتكلم في الهندسه بتاعه العماير وبناء العماير وطول العمود والتخصص ده، وانت حضرتك دارس ايه، انا دارس زراعه، اه طبعا هقول لحضرتك معلش ثانيه واحده انت ما بتفهمش في ده، ولكن اي بني ادم النهارده عنده قدره ان هو يبقى فيه ثقه في كلامه لازم يتقدر كلامه نفسه، يعني لو نفس الراجل ده اللي جاي ملوش، مش دارس هندسه، مش دارس ازهر، مش دارس اي حاجه في اي مجال، وداخل على قصه معينه فيها لوجيك معين، لازم اسمعه،
ما ينفعش اخبط فيه اول حاجه اقول له ثواني انت شهادتك ايه، معلش انت بتتكلم ايه، والغيه من الحياه لانه ده اقصاء وممكن يكون بيتكلم صح جدا وفيه علوم كتيره جدا جدا اللي بدعها اصلا ناس مش من العلوم دي اصلا، يعني ما دخلوش عليها وهم عارفين بهذه العلوم، هم اجتهدوا فيها لغايه ما وصلوا لمرحله ان هم حطوا نظريات جديده. فطبعا ده يخلينا نفكر 100 مره انه مثلا داروين مثلا النهارده جه قال، انتوا عارفين داروين ليه قصه حلوه قوي لطيفه موجوده في فيلم، هي مش قصه لطيفه هي قصه مؤلمه جدا موجوده في فيلم اسمه كرييشن عن تشارلز داروين والجدال معاه حول كتابه اصل الانواع مثلا. فالكتاب ده هو قال فيه بعض النظريات الخاصه بالتطور، والنظريه بتاعته بتاعه التطور قلبت موازين العلم كله. ففي ناس النهارده قالوا، وده طبقا للفيلم وللمذكرات وكل حاجه، ان بنته ماتت، فهو طلع هذه النظريه بناء على غضبه من الطبيعه ان بنته ماتت، فبدا يقول انه ما فيش اله وهكذا، فطلع النظريه دي. احنا سيبنا النظريه وما ناقشناهوش فيها، وبعدين نتكلم في ان انت جبتها منين، اصل بنتك ماتت، اصل انت عشان كده، ما انت اصلك وهكذا. الدكتور اللي عنده سمنه ده قد تكون جينات في العيله، الدكتور اللي قاعد بيدخن اللي بيقول لحضرتك رئتك تعبانه لازم تعمل مسحه على رئتك عشان انت تعبان، وهو اصلا مدخن او حاطط الفيب قدامك او واتيفر، ده عنده ادمان، يعني هو مدمن في شيء معين، وده لا يمنع ابدا انه يقدر يعالجك على فكره. يعني ما ينفعش نحاكم البني ادمين بشكل شخصي ونبتدي نخبط فيه بشكل شخصي ونسيب القضيه الاصليه الموجوده، لانك هتعمل كده في حد، حد تاني يعمل كده معاك. فده مثلا احد المغالطات المنطقيه. ارجو تكونوا فهمتوا الكتاب بيتكلم على ايه، وده معناه ان احنا النهارده لازم نركز على الانسان اللي قدامنا. في قاضي ممكن يبقى قاعد قدام احد المتهمين وبعدين يبتدي يقيم انه عمل الجريمه او ما عملش الجريمه، انا مش بتكلم على كيس معين، بتكلم في المطلق، يعني على فكره ان هو مثلا الراجل ده شكله مجرم، الراجل ده شكله غليظ، ايديه غليظه كده، اكيد هو اللي عمل الجريمه، الراجل ده هنقول عليه على طول راجل مش عادل. احنا بنعمل كده، احنا بنحاكم الشخص نفسه بدون ما يكون، هل بصمته موجوده؟ لا. هل كان موجود في موقع الجريمه؟ لا. بس هو شكله واخد بشله في وشه، قد يكون واخدها لانه ما كانش في موضع صح، كان في خناقه، قد يكون كان مش كويس وبقى كويس. اذا احنا لازم نفصل ما بين الفعل والشخص، ده احد اهم المغالطات المنطقيه. تعالوا ناخد اغنيه ونرجع تاني نمزمز في مغالطة أخرى تعجبنا برضو. انتوا لسه مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. بنتكلم النهاردة على المغالطات المنطقية والمنطق بصراحة اللي موجود جوه الفكرة زي ما قلت تاني، ان احنا ازاي نقدر نعمل جدال صح وننهي الامور. انتوا عارفين اسوأ حاجه بتقابلني في حياتي بني ادم مش عارف ينهي الحوار، يجي يحكي قصه مثلا فيقعد يقولها لك من اول وجديد وبنفس التيمبو ويحكي لك بالظبط زعق ازاي ومعلي صوته وبتاع، بعدين تدي له حل فيقفله لك ويديله حل تاني فيقفله لك، فيقول لك لا انت مش بتقيس زي انت، يعني تحس كده ان حياتنا بتضيع. احنا انتوا مش لاحظين يا جماعه ان احنا اكتر كائن بيرغي؟ انا برغي على فكره وانا قاعد معاكم دلوقتي، بمعنى انه هل كل الكائنات محتاجه كل هذا الرغي عشان تقدر تعيش؟ هم عايشين معانا بياكلوا ويشربوا ويناموا ويخلصوا كل حاجه ويحطوا البيضه والبيضه تفقس ويموتوا ويدفنوا ويخلصوا، ما بيكلموش ثلاث كلمات على بعض. سيبنا من العصافير عشان بنت لذينه رغايه جدا، بس في المطلق احنا يعني جنس رغاي جدا جدا. ده ممكن ينتهي لو عندنا منطق. في مثلا باب في المنطق، المغالطات المنطقيه، في كتاب المغالطات المنطقيه بيتكلم على ايه، رجل القش هو اسمه كده هذا الباب. الموضوع بيقول ايه، بيقول لك انك تقدر تحرف حجة الشخص اللي قدامك عشان تقدر تهاجمه. يعني هو بيكلمك في حاجة فتقوم انت واخد درايف الحوار لحاجة تانية خالص. وطبعا وانا بتكلم كده اكيد في ناس بتقول ايوه فلان بيعمل معايا كده وفلانة بتعمل كده دايما معايا، انه انا بهاجمك عن طريق ان انا انت بتقول حاجة فاقوم انا قلبها حاجة تانية خالص، بالذات ما بين الازواج اكيد احنا عندنا يعني قصص في القصه دي في الحته دي كتير قوي. مثلا النهارده في واحده بتقول، هو بيقول مثلا في الكتاب، تقول ايميلي يجب ان يكون لدينا مزيد من برامج الفنون في المدارس. يعني ايميلي دي ست مدرسه مثلا العاب او فنون، بتدرس رسم مثلا، بتقول يا جماعه احنا لازم نضخ فلوس اكتر بالنسبه للفن اللي موجود عشان الطلبه بالفن هيروحوا في حته تانية خالص. وثبت علميا ان اي بقعه فنيه موجوده في اي حي، يعني في بني ادم كده معين ساكن في شقه معينه في حي معين، ده بيعمل بؤره من الالوان الجميله في هذا الحي، بيعمل هوا. لما نعرف ان فلان كان ساكن ما بيننا بيدندن بالليل بيرسم بالليل، بيجيله فلان المشهور بيقعد معاه فكنا بنشوفه، فكنا بيعمل ذكريات حلوه، بيعمل فن حلو، ممكن يعمل جلسات حلوه وصالون حلو ويخلي الموضوع
شكله ألطف بكتير. ففجأة في مدرس على طول يقوم داخل في الموضوع ده، غالبا بيبقى مدرس فيزياء مثلا أو حاجة، يقوم داخل على طول لا 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 ثانية، أنت كده بتقطع التمويل عن العلوم والمعامل صح؟ وده طبعا أمر سخيف، ولا إيه رجالة؟ فالرجالة أيوة وبتاع. فتحس إنه حضرتك خدتنا في حتة تانية خالص. إحنا بنقول محتاجين فلوس للعلوم، ده مش معناه إن إحنا محتاجين نقطع عنكو المدد. وده معنى صح، احنا لما بنيجي نفكر فيه كده كمنطق، هو تقريبا كلنا بنعمل كده. يعني مثلا محتاجين نطلع رحلة، طب ما هو فلوس المدارس هتيجي منين؟ هو ما حدش قال ان ده بياخد من ده. احنا ممكن نطلع رحلة دي بشكل لطيف، ممكن يكون معناه ان احنا محتاجين هواء اكتر، ممكن يكون محتاج ان احنا مكتومين اكتر. وده لا يعني ابدا ان احنا نفضل حاطين دماغنا جوه اللي احنا فيه علشان اللاين واحد، يعني ما انصح احنا على تراك واحد ما ينفعش نتحرك يمين او شمال. فده خطأ منطقي طبعا لازم نفكر فيه. حاجة تانية برضو لطيفة، الاستدلال بالجهل. يعني مثلا النهاردة انا حاول افك لكم بس الرموز عشان نبقى فاهمين الموضوع عامل ازاي. لو قلنا مثلا النهاردة انه محدش ثبت ابدا ان الكائنات الفضائية مش موجودة، يعني محدش قدر يقول انها مش موجودة، اذا هي اكيد حقيقة وموجودة. يعني طالما محدش شافها ومحدش قال انها مش موجودة، يعني محدش قدر يثبت انها مش موجوده او يقول قطعا مفيش كائنات فضائيه، اذا هي دفنتلي موجوده، اكيد موجوده. بمعنى ان احنا لما بنيجي النهارده نفكر في الاستدلال بالجهل، بمعنى ان احنا لما بنقول عدم وجود الشيء ده يعني انه موجود تماما، يعني مفيش دليل انه موجود اذا هو اكيد موجود. تعالوا ناخد مثال من الحياه. النهارده مثلا قالوا ايه؟ لو قلنا مثلا نظريه داروين مثلا، بنتكلم على التطور. وهنا انا مش مساله مع او ضد او هي اصلا خرجت من فكره نظريه، هي دخلت في منطقه تانية خالص من التعامل في العالم، لانها اصبحت خلاص واقع، اكتشفوا ان هي اصبحت واقع، ما بقتش يعني الدلائل عليها اكبر من اي حاجه. ولكن الماساه اللي ما حدش قدر يفهمها انه داروين قال في تطور، بس التطور ده بيتم على مدار اجيال كبيره جدا جدا. فايه اللي حصل؟ جابوا شويه سمك لونه ازرق، حطوه في حوض ميه لطيف كده شفاف، وبياكل ويشرب وينام ويطلع البيضه والحياه لذيذه ومفيش اي مشكله. وبعدين راحوا جايبين زلط ملون حطوه تحت كالعاده في اي حوض سمك، برضو السمك الازرق تمام. وبعدين جابوا سمكه صفرة بريديتور، يعني بتاكل السمك الازرق، متوحشه، فبدات تهاجم السمك الازرق. جيل ورا جيل بدات السمكه الزرقاء تطلع لونها لون الزلط اللي موجود في الارضيه بتاعت الحوض. ده معناه ايه؟ ان السمك بدا يأدابت، بدا يحصل له نوع من انواع اللي ايه التحرك، يعني بدل ما يطلع ازرق بدا ولاده يطلعوا ملونين عشان يستخبوا بين الزلط. ده بدا يبان بسرعه جدا واحنا عايشين، لان هو السمك بيبيض ويفقس ويخلص وبتاع في اسبوعين، سايكل حياته كده. عشان كده على فكره في فئران التجارب لانها سايكل حياتها سريع، عشان كده في ذبابه الفاكهه لان هي بتعيش وتموت وتخلص في اسبوع 10 ايام بتبقى دوره حياتها خلصت. فبنقدر نحضرها. لو عملنا تجارب على انسان بيعيش 80 سنه هنقعد نستناه والعالم هيموت وولاده هيورثوا، يعني مش هنشوف اي حاجه خالص. فلذلك هو في تطور بيحصل في البني ادم وفي ادابتيشن بتحصل في البني ادم، بس بتاخد ملايين السنين عشان تتلاحظ. فجي النهارده واحد قال معلش ثانيه واحده، احنا مش المفروض كنت حضرتك بتقول ان في قبل البني ادم كان في بني ادم تاني كده؟ هات لنا بقى الراجل اللي في النص، اللي هو ما بين البني ادم مثلا نيندرتال اللي هو الغليظ الضخم العريض القصير ده، في بني ادم تاني الهومو سابين اللي هو الحكيم، فده في بينهم بين بعض في بريدج ما بينهم وبعض، لو سمحت هات لنا بريدج عشان نتاكد انه تمام. فالعالم طبعا ما بيشوفش بريدج، لانه البريدج ده بيمر على ملايين السنين، عظمه عماله تكبر سنه، عضله بتكبر سنه، حاجه بتتحرك، الجمجمه بتتسع واحده واحده على مدار ملايين السنين عشان نقدر نشوفها، آلاف السنين ممكن نقول لو حبينا على أقصى تقدير. ففي الآخر ما حدش هيعرف يمسكها خالص طبعا، لأنها تغير بطيء قوي زي زلطة بتتحرك كده يعني مع الهواء، فعمرك ما هتشوفها. فقال لك خلاص إذن مفيش تطور. طيب ما هو ده مغلطة منطقية. إذن الاستدلال بالجهل ده لازم ننساه. مش معنى إن إحنا نقول إن الحاجة مش موجودة تبقى بتثبت خالص تماما، أو ما شفناهاش يبقى بتثبت إنها أكيد دفنتلي موجودة، أو العكس، يعني لازم يبقى في استدلال حقيقي على الموضوع. برضو لما نيجي نزنق بني آدم النهاردة ونديله خيارات، يعني مثلا إيه، أنت معايا ولا ضدي؟ لما تيجي تقول لبني آدم كده أنت معايا ولا ضدي، أنت هنا بتخبط حاجة صعبة جدا. هو دايما في حاجة تالتة على فكرة، يعني أنت معايا ولا ضدي ممكن أكون معاك بشكل 20% مع الآخر بشكل 80%، ممكن أكون مش معاك ولا مع الآخر أصلا خالص، ممكن أكون معاك ومش قادر أعلن،
اذا حتة انك تحط انت معايا ولا ضدي استخدمتها مثلا امريكا لما جت عملت مثلا ايام بوش انه قالت كل الدول اللي موافقة على اللي حصل في هجمات سبتمبر 9/11 مين الدول اللي معايا يا جماعة؟ فاللي قالها ايد امريكا خلاص يبقى انت معايا، يبقى تخرج قوات، يبقى تضرب، يبقى تعمل مقاطعة، يبقى تبوظ الدنيا زي ما احنا عايزين. ما كنتش معايا تبقى انت ضدي، يبقى انا هضربك، يبقى انا هعمل عليك حصار اقتصادي. فحطتني في حته محايده. طب ما يمكن انا مصاحب دوله اللي انت هتضربها دي، ما يمكن انا عندي مشكله مع افغانستان، او انا مصاحب افغانستان باخد منهم اي سلعه، او انا مع العراق باخد منهم بترول، فما تضربش العراق وافغانستان، انا مش قادر ابقى معاك ومش قادر ابقى معاهم، فانت زنقتني. ما تحطوش حد في هذا المنطق عشان ما حدش يحطك في هذا المنطق. دي احد اهم المغالطات المنطقيه. يلا نسمع اغنيه ونرجع تاني نكمل في كتاب المغالطات المنطقيه. انتوا لسه مع التوليفه مع احمد مراد برعايه ايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ارجو نكون كنا البقسماط وظبطنا كده الشاي بلبن عشان نفوق اللي جاي. احنا بنتكلم عن كتاب المغالطات المنطقيه، والكتاب ده زي ما قلت لكم للي ما سمعش اللينكات اللي فاتت، هو بيتكلم عن ازاي ان في منطق في حياتنا كبير جدا احنا ماشيين بيه بيعمل هري مجتمعي، يعني بيخلينا بدل ما نخلص القصه في دقيقتين بنخلصها في 19 دقيقه ونحكي القصه من الاول وجديد، ومنطقي بقيسه بالسنتي وانت بتقيسه بالمتر ونص، وعندنا ازمه كبيره جدا مش عارفين نشوف بعض، بنتكلم لغه مختلفه، we're not talking the same language، وده بيخلينا ندخل في حتة مظلمة جدا من الحوار. وعشان كده انا بقول لكم ان الكتاب ده مهم قوي، هيخلينا نقص الدنيا ويخلينا نعلم ولادنا كمان بشكل لطيف قوي ازاي نقدر ان احنا نخلص معهم اي ازمة بان هم يفهموا المنطق اوتوماتيك، يعني ما يجيلكش مشكلة فتحلها له، هو هيحل المشكلة قبل ما يقابلك اصلا. كتاب حقيقي مهم جدا جدا. في مثلا حاجة اسمها الاستدلال الدائري، انا عارف ان انا بقول مصطلحات تبدو ايه يعني ادوية كحة النهاردة، بس خلونا يعني نقول انه سيبكم العناوين، هي في الاخر الفهم اللي جوه اهم من ده بكتير. مثلا لما النهارده نقول ان استنتاج الحجه هي مقدمه لنفس الحجه، يعني ايه؟ كل من نفس الطبق، وبعدين كلنا بناكل من نفس الطبق وكلنا ما بنخرجش بره الطبق ده. ايه الكلام الهبل اللي انا بقوله ده؟ تعالوا كده نفكر، مثلا نقول انه اي كتاب مثلا مقدس موجود من السماء، فهو مثلا الكتاب المقدس هو كلام الله. فطب حضرتك عرفت منين؟ لان الله قال ان الكتاب ده هو المقدس. فتحس ايوه يعني انتوا بتشهدوا لبعض. واحد سال مراتك انت فين؟ فانا كنت مع جوزي. سال جوزك جوزها انت كنت فين؟ انا مع مراتي. ايوه ماشي، ما هم الاثنين متجوزين، ما حضرتك لازم يدوروا على بعض. اثنين اخوات ما بيتحطوش في المحكمه مع بعض، يعني ما ينفعش تاخد شهاده حضرتك ما قتلتش. طب اسال اخوه، ما هيقول طبعا ما هو اخوه. يعني اقصد الاستدلال على الشيء ما ينفعش يبقى بنفس الشيء، ما ينفعش نستدل على حاجه بحاجه ثانيه من جواها برضو، ما ينفعش ناخد الشهاده من حاجه، لازم يبقى عندنا احساس ان في شيء ثالث هو اللي بيجادج كل حاجه في الدنيا. ده مثلا فكره من الكتاب. التسرع مثلا، النهارده اتنين اصحابك بياكلوا في مطعم وبعدين حصل لهم مشكله على مدار مره المره، يعني معنى صح احنا في عندنا واحد راح كل في مطعم وبعدين بعد شويه واحد تاني كان في مطعم، الاثنين تعبوا، يبقى كده المطعم ده فيه مشكله. على فكره ده لا يعني ابدا ان المطعم فيه مشكله خالص، رغم اللي انا بقوله ده يبدو يعني ازاي يا احمد ما احنا الاثنين كنا في المطعم تعبنا. على فكره ما هو في 299 واحد تاني دخل في نفس اليوم ما حصلش حاجه. اقصد انه قد يكون في اثنين عندهم برد في المعده، قد يكون الاثنين مش متعودين على الصوص اللي موجود، بس ده مش معناه خالص انه في شيء في المطعم. ده اسمه الاستنتاج المتسرع، يعني اوتوماتيك احنا بنشوف نتيجه في الثانيه فنقول خلاص اكيد الثالثه موجوده ونبني على ده ازمه كبيره. طبعا لما بنيجي النهارده نفكر في ده نجد انه اغلب الحاجات اللي بتحصل على السوشيال ميديا لما نيجي نفكر فيها هي بناء على سنوبول عباره عن كره ثلج عماله تكبر وتزيد معانا. الكره الثلج دي بتكبر ازاي وتتحرك؟ هي عباره عن ان واحد بيقول للثاني حاجه والثاني ده بيصعب عليه قوي انه ما يحكيهاش، فيحكيها بدفاع جامد جدا ويدافع عن منطقه قوي ويبالغ شويه. انتوا عارفين احنا بيتقالنا مثلا في واحد بفزبه خبط ست في الشارع، فانا على ما اروح احكيها في البيت، فتبقى واحد بفزبه شال الست دبحها في الشارع وهي طايره راحت السكينه داخله في رقبتها فماتت، فالدم جري على الارض، فبنت تسمع القصه تحكيها في المدرسه، ده بابا كان سايق الفزبه وبعدين هو دبح الست وسلخها وسلقها. يعني اقصد انه المبالغات بتمشي بشكل كبير، والازمه اللي بيحكي المبالغه وبيزود عليها شويه بيميل اكتر ان هو يدافع عنها. يعني لو حد قال له يقول له انا شفت ده بعيني، على فكره انت بتهزر، طبعا شفته بعيني وهكذا، لانه احنا بنحب نبهر الاخرين، عايزين تسقيف دائم
طول الوقت، فطبعا دفنتلي ما بنقدرش نتحمل فكره اوكي عادي ما انا سمعت ده قبل كده، يعني الجمله دي بتموتنا، فطبعا ده بيبوظ لنا الدنيا. في بقى فصل لذيذ قوي اسمه الرنجه الحمراء. الرنجه الحمراء، الرنجه الحمراء دي مش موجوده اصلا، هي رنجه بتتحط في نوع من انواع التخمير زي الفسيخ كده شويه، فكل ما يتحط عليها مواد كيميائيه وبتاع تفضل تحمر، بس ريحتها بتبقى رهيبه، فمسمينها الرنجه الحمراء. الاستخدام ايه بتاعها عشان بس تعرفوا المصطلح جه منين، وده بيستخدموه بره لما بيدربوا الكلاب على الصيد بره، بيحصل ان الكلاب بتجري جدا، وبعدين عايزين يعلموا الكلاب ان هم يدوروا على مجرم معين، فبتجري ورا مجرم، فعشان يعلموا الكلاب ان مفيش حاجه تغير رايهم خالص بيشمموهم رنجه حمراء، وبعدين يجري الكلب يدور على الرنجه الحمراء فيفهم ان ادي الريحه وادي الحاجه اللي بدور عليها، وبعدين يسحبوا منه الرنجه الحمراء ويسيبوه يدور على المجرم، فمره يمسك مجرم، مره يمسك الهدوم بتاعته، مره بعدين فجاه يشمموه الرنجه الحمراء تاني. فهم بيعملوا ايه هنا؟ بيخلوا الكلب يتشتت. هم هنا لما بيعمل ده بيعاقبوه عشان يفهموه ان انت ما تتشتتش، يعني لو شميت الرنجه الحمراء دي ما تلفش، مع انك متعود عليها، فاذا هي وسيله تشتيت. ازاي تقدر تستخدم الرنجه الحمراء في انك تبوظ كونفرسيشن ما بينك وبين حد؟ يعني ادخال ماده غير ذات الصله الى الحجه لالهاء وقياده الناس لاستنتاج تاني خالص، يعني وانت ماشي كده في كلامك تقوم مدخل موضوع تاني خالص وتبوظه خالص. يعني مثلا في موضوع الدايت، عشان انا عارف اكيد في ناس كتير او مش يعني مفيش ناس كتير، ده في ناس قليله بتفكر في الدايت في مصر او في العالم. يعني مثلا نقول ايه يا جماعه، احنا لازم كلنا نركز نعمل دايت وما ناكلش مثلا. انا بقول لكم مني كاحمد، يعني احنا لازم نقلب فيجيتيريان كجنس بشري حقيقي والله. انا ومهندس الصوت وقلبي وحياتي وقاعد قدامي هو والله راجل قلب فيجيتيريان، وانا فخور بيه جدا والله على هو بحييه. يعني فارجع اقول انه مثلا احنا لازم يا جماعه نعمل دايت ما ناكلش لحوم مثلا قوي، لازم ناكل خضار اكتر، لازم فيجيتابلز اكتر يعني وفيتامينز. فيقول استنى يا معلم، ما انت بتتكلم في ايه؟ بس ده في ناس مش لاقيه تاكل، فتحس اي ما انا ايه علاقه ده بده حضرتك؟ انا بقول لك بدل ما تجيب كيلو لحمه بكذا هات بسله، هات جرجير. فيقول لك يا عم واحنا لاقيين ناكل، فتحس الحوار راح فين حضرتك؟ انت بتاخدني في حته تانية ليه؟ هو اصلا اللي انا بقوله مش غالي، انت بتقول لي عايز اكل لحمه فتقول ان الناس مش لاقيه تاكل، انا بقول لك كل خضار فتقول ما هو في ناس اصلا لاقيه تاكل. لا، في جرجير على فكره، لقد خلق الله البقدونس، يعني ما بلاش نفكر ابعد من كده. دي مثلا فكره انك تشتت اللي قدامك بفكره جوه طريقه كلامه يبوظ له المنطق بتاعه خالص، وده ممنوع غير مسموح بيه. برضو كذلك في فصل لذيذ بيتكلم على فكره الاستشهاد بالسلطه، ما تقرهاش الصلاة والنبي، هي فكرة ان انت تستند على السلطة. يعني مثلا ايه، تعالوا ناخد كده نقول انه مثلا ممثل مشهور جورج كلوني هو بيعمل ماركة قهوة، فبيعمل اعلانات عن القهوة، فمسك القهوة بيقول القهوة دي هي من افضل القهوات اللي موجودة، او مثلا ممثلة مشهورة فبتعمل اعلانات عن عربيات مثلا. ده في مجال الاعلانات اصلا شهي ولذيذ ان احنا نشوف نجم من نجوم بيعمل حاجه جامده قوي، بس لو جينا ربطنا ما بين الممثله المشهوره دي والعربيات هنلاقي ان اخر واحده ممكن تتكلم عن عربيه لانها ما بتفهمش فيها حاجه. وكذلك جورج كلوني في القهوه، هو مش خبير قهوه ولا حاجه على فكره، عادي خالص، هم جايبينه كفجر يشد عينك فتقول يا نهار ابيض الشركه دي قادره تدفع ثمن جورج كلوني، يبقوا الشركه دي جامده. هو ده المنطق اللي هم بيلعبوا عليه، بس ده في البراندنج بتاع الموضوع. لكن احنا لو انا النهارده هشتغل صح براندنج، انا اجيب الشخص اللي بيعمل الحاجه يقول لي ده. يعني لما اجيب النهارده ماركه جزم رياضيه، اجيب لعيب كوره، اجيب مو صلاح اقول له يعمل ماركه الجزم الرياضيه. ليه؟ لان هو مو صلاح بيلبس جزم رياضيه، هي دي راس ماله، هي دي العربيه بتاعته، فلو قالها يبقى فعلا بيتكلم صح، فيرسز ان انا استشهد بحد تاني يعمل حاجه. يعني ما تجيبش واحد كبير يعمل حاجه وهي اصلا مش بتاعه الموضوع، ما تبوظ منطق الناس، ده برضو احد انواع المنطق اللي مش مظبوط. بيتكلم برضو ازاي النهارده في الكتاب ان مثلا لو انا النهارده عايز اكسب حاجه، قانون مثلا، في قانون نازل موجود في مكان معين والقانون ده صارم جدا جدا، استخدم الشيء العاطفي يبوظ القانون ده. يعني مثلا يفكروا في الاطفال يا جماعه في الاطفال، القانون ده على فكره يخلي الاطفال كذا كذا كذا، مش مظبوط الموضوع معاهم. برضو في الاخر لما بتستخدم العاطفه وتستخدم فكره ان يبقى المنطق ماشي صح جدا، بس انت تبتدي تقول تفكروا في الاطفال، طب ما هو الستات، ما هو الرجاله، وانت بتبوظ القانون، ده مش صح تماما. فكره ان انت النهارده تستعين بفئه معينه عشان تدخلها جوه المنطق بتاعك فتبوظ القانون اللي هو فعلا بيظبط حاجه، ده مش صح برضو.
مثلا النهارده في منطقه اسمه السبب الكاذب، بيقول مثلا ايه، بعد انتخاب العمده الجديد انخفضت معدلات الجريمه، اذن العمده الجديد هو من خفض معدلات الجريمه. لا برضو قد يكون ده صح، بس قد يكون ده غلط تماما. فمثلا في نيويورك سنه 90 ل 95 زادت معدلات الجريمه بشكل كبير جدا جدا، لانه كان في نوع من الاستهتار الامني القوي جدا جدا. يعني ايه؟ يعني المترو انفاق كله حالات تحرش، سرقه، مظلم، مخدرات، بيعملوا جرافيتي على الحيطان براحتهم الشباب وبتاع، الدنيا بايظه تماما. فلما ده بدا يحصل عشان يحاولوا ان هم يعدلوه، جه واحد عمده وبدا يعمل ضرب امني كتير قوي قوي عشان خاطر يعدل ده، ما قدرش يعمل حاجه. لغايه ما جه راجل مهندس كده صغير قال لهم ايه رايكم ننظف الجرافيتي اللي موجود في الحيطان، يعني نعمل نوع من انواع انه اللي يدخل يحط جرافيتي نقوم مسحينه منظفينه، القطر يدخل يدهن ويخرج نظيف، وننور الاماكن ونعمل نوع من انواع السكيورتي العالي، في ان احنا ما فيش حاجه تبقى متوسخه. فالناس اوتوماتيك ما بتعرفش ترمي ورقه في الارض، هو الناس شايفه نور على طول، فما فيش جانكيز، ما فيش ناس واقفه بتضرب مخدرات، فاذا الموضوع هينضف. القصه جت من راجل بيفكر بالفن، ما جاتش من العمده، يبقى مش لازم يكون العمده هو السبب في خفض الجريمه. يلا ناخد فاصل ونرجع تاني على المغالطات المنطقيه. انتوا لسه مع التوليفة مع احمد مراد برعايه ايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. رجعنا لكم تاني في التوليفة، وبنتكلم النهاردة على الكتاب بتاع المغالطات المنطقية، وزي ما انتم شايفين او في اللينكات اللي فاتت او هتشوفوا بعد كده على تشانل بتاعتنا في نجوم اف ام على اليوتيوب، لو ما لحقتوش الجزء الاولاني من الحلقة، ان الراجل بيتكلم كلام محترم جدا جدا في الفكرة انه احنا بنهري ومحتاجين نبطل هري. فمثلا فكرة الاستشهاد بالتقليد، تعالوا بقى تعالوا، لان ده بصراحة احنا مصر قايمة على اللعبة دي، حيث السوابق ايه، عملنا ايه قبل كده نعمله تاني يا باشا، هي مشيت ازاي قبل كده، مشيت يمين في شمال في يمين، فهي يمين في شمال في يمين، ما نغيرش، لا يجوز. انا عندي مبادئ من يوم ما اتولدت ما بغيرهاش، انا ما يعني بص المبادئ مبادئ وانا ما فيش. طب حضرتك حلمك من وانت 7 سنين بنفس مبادئك بنفس اخلاقك بنفس كل حاجة ما دخلش عليها اي حاجة؟ يا باشا المبادئ مبادئ، احنا ده قرآن، احنا ما بنهزرش في اي حاجة. انا اعتقد ان ده شيء لازم نفكر فيه تاني. هو حاطط مثال بيقول مثلا لا يجب تغيير المنهج الدراسي، ليه؟ لقد كان كذلك لعقود طويلة. يعني فكرة النهاردة ما هو كده من الخمسينات يا جماعة، ما هو الجغرافيا كده من الخمسينات، حضرتك التلج بتاع الانتراكتيكا بيتحرك، سيادتك في دول خدت دول، في دول ما بقتش موجودة. يعني لازم نفكر بشكل متسع اكتر علشان نقدر نشوف الحياة بشكل مختلف. ده الاستشهاد بالتقليد، يعني لازم مش كل حاجة تبقى موجودة لازم نفضل مثبتينها طول الوقت. برضو مثلا حاجة اسمها خطأ الغموض، بيقول ايه مثلا، استعمال معاني مزدوجة في تضل اللغة، يعني نقول جملة كده في النص بالنسبة لنا تفضل انا عندي بشوفها بطريقة، هي شايفها بطريقة، هو شايفها بطريقة، وده معناه ان انا بعمل لعبكة ملهاش اي معنى. بمعنى هو قيم الاسرة تسمح بذلك اللي حضرتكم بتفكروا فيه ده؟ حضرتك اصلا كل اسرة في المبنى، في يعني ما بين شقة 3 بتاعت مثلا انسة منا وما بين شقة 4 بتاعت استاذ امير هنا، في دي عيلة ودي عيلة على فكرة، دي عندها قيم مهمة جدا وده عنده قيم مهمة جدا، والاتنين صح وهو مربي ولاده على كده. ده زي بالظبط اللي داخل على أسرة يخطب بنت، فمثلا بدأ البنت دي باباها مديها كيرفيو كده مثلا الساعة 11، فانت تيجي تقول لا 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 11 ايه وبتاع، ما عنديش كلام ده، تروح الساعة 9، فتحس ان هو بابا قرطاس حضرتك، يعني بابا مثلا لابس طرطور وقاعد بالاندروير مثلا في البيت، او ما هو الراجل على فكره هو مربيني كده وانت واخدني كده، فمالك، ما ده قيم اسره. الاسره الثانيه بتروح الساعه 9، في اسره ثالثه ما بتروحش، قاعده في البيت في الشارع بتبات في العربيه. ما هي قيم الاسره يا عم الحاج؟ قيم الاسره هي كل اسره ليها القيم بتاعتها، ما فيش حاجه اسمها شيء تعممه على الدنيا كلها. عندنا هنا مشكله كبيره. برضو فكره هو حاجه اسمها التكلفه الغارقه مثلا، يعني مواصله مسار عمل بسبب الاستثمار اللي تم فيه، مع ان في خيار افضل ان احنا ننسحب حتى لو بخسائر. ايه اللي انا بقوله ده؟ شكلها قلبت مواني بورسعيد قوي. تعالى النهارده نفكر. انا بصراحه النادي ده بقى مش عاجبني خالص يا عم احمد، وانا مش مبسوط منه خالص، بس بعد ايه بقى؟ ما خلاص، ما انا بقى لي فتره ودافع اشتراك، فخليني مكمل. حضرتك انت بتدفع الاشتراك كل سنه في نادي مش عاجبك ليه؟ ما هو انا اصل دفعت سنه كامله. لا، ما هو انت نزيف
نفسي عليك قوي جدا. او ده بينفع في الشغل، يعني مثلا النهارده حد عايز يسيب شغله بس بيفكر في مرتب، اصل انا باخد مرتب وانا بس جنب البيت وانا حافظه والدنيا تمام وفله وانا بتاع، فخليني بقى وخلاص. فحضرتك ده معناه ان انت بتفكر في التكلفه بغض النظر عن الاثر النفسي عليك، او فكره ان انت مش قادر تتخطى الموضوع. عملت مشروع، فتحت محل بتاع كفته في حي، والمحل ده النهارده عشان يبريك ايفن يعني يجيب فلوس وكده، فانت المفروض محتاج مثلا في الشهر 20,000 جنيه بالمرتبات بالكفته بالبتاع. طبعا 20,000 جنيه بالكفته دي معناه ان انت في حاجات تانية غير اللي بتتاكل، اكيد انت مستخدم كلاب وحاجات وبتاع، ولكن خلينا نقول 20 عشان انا زفت في الحساب، فنبقى فاهمين الدنيا عامله ازاي. 20,000 جنيه في الشهر عشان تقول انا يا دوبك الشهر خلص بنوره بمصاريفه بالضرايب بالكله، وانا هحتاج 10 مثلا فوقنا عشان اقول المشروع بيكسب، او 5 فاقول ان انا بطلع ريع من هذا المشروع. فالمشروع جاب لك 8,000 بس، والخساره 12. فانت تقول ايه؟ بس انا مأجر المحل ودافع بقى السنه لمستر بتاع، فالراجل ده واخد سنه كامله، فانا خليني اكمل. فتكمل شهرين كمان يمكن تظبط، فتلاقي الخسائر تكبر، هتقول خلاص بقى كمل السنه وخلاص، فتقوم خسران المحل وفلوسك وخسران مستر كذا والكفته، فكله يروح في ستين ده مع بعضه. فهنا بيقول لك لا، خساره قريبه ولا مكسب بعيد. اهو بصوا المثل الشعبي بيرد علينا، يعني فور المحل ده واخسر النهارده في 3 شهور بدل ما تكمل 12 شهر وتلاقي سنك وقعت. ده برضو منطق لازم نفكر فيه. الاستشهاد بالطبيعه مصطلح برضو لازم نفكه. يعني مثلا ايه؟ الواد عنده كحه. بص يا معلم، الكحه دي ورق جوافه، اوكي، وتجيب كده ورقه بتاعه جورنال تحط عليها سبيرتو وتقوم حشرها له في الفانيلا على صدره وتسيبه السبيرتو يطير يقوم واخد الرطوبه، اوكي، والورق الجوافه ينزل على الصدر يقوم مجلي كده بالظبط، يجلي يجلي الايه الرئه على طول وينظف الحاجات بتاعه، صح. ادويه الكحه هتلاقوا مكتوب عليها انها فيها دخل فعلا جوافه، بس هذا لا يعني ابدا ان الادويه مضره على فكره. يعني ده مش معناه انه طالما الحاجه بقت دواء يبقى دايما شركات الادويه على فكره طبعا يكسبوا علينا وحاطين نسب تعبانه ومش مفيده. طبعا الحاجات اللي ربنا خلقها احسن على فكره، هي اوريدي الحاجات ربنا خلقها هم بيدخلوها في الصناعه، يعني الاعشاب بتدخل عشان تصنع حاجات جوه، التابلتس اللي انتوا بتاخدوها الدوز بتاعه الحاجه مش لازم تبقى صح. ممكن حضرتك قال لك خد مثلا زيتون ولا ليمون ولا بتاع، حضرتك رحت واخد جرده راحت عامله لك قرحه مثلا، يعني التابلتس موثوق فيها. مش معنى ان الحاجه في الطبيعه انها تمام، ما في حاجات في الطبيعه منيله ب 60 نيله بتجيب اسهال اصلا. يعني اقصد انه لا يعني ابدا شيء طبيعي ان هو حاجه كويسه، ولا يعني ان هو متصنع ان هو حاجه خبيثه. ده برضو منطق ما ينفعش ابدا نعمل له حسم، يعني ايه ده مش طبيعي يبقى خبيث على طول، ما ينفعش نتكلم على الموضوع بالطريقه الساذجه دي. برضو حاجه مهمه جدا لازم نفكر فيها، ان مثلا النهارده لو انا جيت قلت انه لو انت بتخرج مع الناس دي، دول الشباب بقى صياع ومتمردين وبيقفوا على النواصي، اذا انت زيهم بالظبط، ده منطق برضو اسمه الذنب بالارتباط. مثلا انا بترجم لكم برضو من الانجليش فكره الجلد، ان انت النهارده طالما فلان ماشي مع فلان، للاسف هي طبعا كل شيء انا بقوله بيحمل منطق اخر، ما هو برضو ده بيعمل وصمه معينه. يعني مثلا العيال دي لو واقفه بتشرب مخدرات، العيال دي لو بتعمل حاجه مش منطقيه على النص او بتعمل بتعاكس بيانات وبتاع، وانت واقف فانت موافق فانت تمام معاهم. بس برضو ما ينفعش اقول انه بما انك واقف بتتكلم معاهم او واقف معاهم في يوم، ده معناه ان انت دفنت لزيهم. لازم يبقى فيه تفرقه، ان دايما كل بني ادم عنده حدود داخليه، يعني ما تعملش جادج او حكم بدون ما تبقى عندك منطق بس في الموضوع، عشان ما نظلمش بني ادمين بناء على حاجه ملهاش معنى. برضو حاجه النهارده مهمه جدا اسمها اختيار الكرز، او اللي هو الكريز بنقول عليه الكريز. يعني بيقول ايه النهارده المنطق ده؟ اختيار الادله اللي بتدعم حجتك مع تجاهل كل الحاجات التانية اللي مش ماشيه مع الموضوع. جم قالوا يا جماعه الاهرامات، الناس اللي بنوا الاهرامات، ودي قلناها في الحلقه بتاعت احمد عدلي الصديق الاركيولوجيست العظيم، يعني قلنا ايه؟ قلنا انه بناء الاهرامات البناء بتاعها، يعني الاحجار دي على فكره مش اصليه، بمعنى ان في نظريه بتقول انه الحجر ده اتعمل له زي قالب، وبعدين هم صبوا شيء زي الاسمنت جوه الاحجار جوه الاماكن الكبيره اللي هو مترين في مترين مثلا، وسابوها تنشف. وده دللوا عليه من ان هم لما كسروا حجر معين او فتفتوه عشان يفهموا اللي جواه، فلقوه متكون من كذا حجر. فاذا الفراعنه ديفنتلي كانوا بيبنوا الهرم ده بالقوالب، وهو ولا حجار شالوها ولا حاجه، ده صبوا شويه حاجات زي الاسمنت ومونه وبتاع، وراحت هوب شكت يا باشا لما نضف انزل بورق الحائط بقت الاهرامات، خلاص احنا كده فله. فمش عشان العالم اللي فكر في النظريه دي لقى ان في حجارين 3-4 عينه
فاذا الاتنين مليون حجر كلهم كده، لان اتضح ان كل الاحجار الموجوده لا هي مقصوصه ومحطوطه من جبال عادي ومحطوطه. قد يكون في بعض الاحجار متصنعه وده دليل براعه، بس ده مش معناه ان كل الهرم متصنع. اذا النهارده فكره اختيار الكرز ده ان انت ما تختارش الكرز من وسط الفاكهه وتقول خلاص يبقى الفاكهه كلها كرز. اكيد يا جماعه 190% مش هزار، ان مش معنى ان انا خدت عينه من حاجه ان كل الحياه عامله كده. يعني تعالوا ناخد مثال تاني. مثلا النهارده لو قلنا انه مثلا انت بتاخد عينه من الدول العربيه، او خدت عينه مثلا، خدت مثلا 20 30 عربي، عملت عليهم تجربه، 100 عربي عملت عليهم تجربه، فطلع منهم مثلا 30% ما بيقروش. خدت عينه كده من مطار مثلا في اي دوله عربيه او حاجه، فطلع عينه بتقول انه 30% ما بيقروش. اذا الدول العربيه كلها ما بتقراش بنسبه 30%. ده ما ينفعش على فكره، لان في دول كامله التعليم خلص كله تمام، في دول كامله فيها 90% اميه. فبرضه ده مش معناه ان العينه مش صوره دم اصلها يعني، ولا هي مسح ذري. فاذا اللعبه مش زي التعميم اللي بيحصل على جسم البني ادم، ما ينفعش يتعمم على كل الحاجات اللي موجوده. فاهمين حاجه؟ يلا ناخد اغنيه ونرجع تاني نمزمز في شويه مغالطات بسيطه وناخد منطق من هذا الكتاب عشان نفهم بس حاجه مهمه عن طبيعتنا كبني ادمين مضرين للبيئه جدا ويجب ابادتنا في اقرب وقت، بس احنا يعني على الله حكايتنا ان شاء الله. يلا يلا. انتوا لسه مع التوليفه مع احمد مراد برعايه ايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. في قانون الخروف، انا مسميه كده يعني، هو مش موجود كده في كتاب، بس فكره النهارده الاحتكام الى العامه. والله الناس كلها بتعمل كده يا باشا، يعني ما كله بيشرب سجاير، ما كله بيرمي في الارض، ايه بقى ايه الموضوع؟ ما تسيبنا يا معلم انت، يعني احنا اللي هنصلح الدنيا؟ ده منطق انا شايفه منطق خرفاني جدا، وحش قوي حقيقي، ما ينفعش ابدا نفكر فيه. احنا كل بني ادم في الدنيا ما ينفعش يبقى تابع بدون ما يفكر. جاليليو في احنا بنتكلم في القرن 15 16 في الفتره دي، طلع كده قال لهم يا جماعه انا شايف ان الارض بتلف حوالين الشمس. وكوبرنيكوس طبعا قال نفس الحجه قبل كده لما بدأوا يبصوا بالميكروسكوب. فالمجتمع العلمي كله قال له ايه يا عم الحاج، تعالى انت خروف على فكره، ما ينفعش انت بتقوله ده، ويلا نحبسه. حبسوه بيته بالفعل، والراجل هو ماشي كده من المحكمه قال جمله شهيره جدا، هو اضطروه عشان ما يعدموهوش على الخازوق او يولعوا فيه، اضطروه ان هو يقول يعترف قدام المحكمه انه لا على فكره الشمس هي مصدر الكون، وابتدى قصدي الارض هي مصدر الكون والشمس بتلف حواليها وبتاع. فقالوا له ما قلتش كده هنسلخك يا ريس. فجاليليو وقف قال لهم على فكره الشمس بتلف حوالين الارض وبتاع، هو قرفان كده، وقالوا له خلاص تمام نحبسك في بيتك بس ما تعملش كده تاني. فهو خارج من المحكمه قال لهم ولكنها تدور، يعني مش قادر ما يقولش الحقيقه. لو كل مجتمع قال رأي وبنسبة 20 واحد في الغرفة من الاتنين أجمعوا على حاجة، ده مش معناه أنه صح على فكرة خالص، لأن ممكن الاتنين اللي واقفين دول يكونوا دكاترة والباقي كله بيشتغلوا في النجارة، مش أي حاجة خالص. مع احترامي للنجارة أنا ما أقصدش، بس أقصد بنتكلم مثلا في عضلة القلب، والاتنين دول هم اللي بيقولوا منطق، بس لو قسناها بالكيلو في 18 واحد قالوا لا يا باشا على فكرة نشارة الخشب على الريق بتعمل شغل حلو جدا. فإذا إحنا صح، لأن إحنا 18 وأنتوا 2، العدد ما ينفعش. وده معناه على فكره ان احنا، انا مش بشكك يعني فكره الديمقراطيه عامه في الراي، بس اقصد انه لازم نفكر انه مين اللي بيقول، مين اللي بيقول، ومش لازم الحجم الصغير يعني ابدا ان صحه الموضوع. بالمناسبه الانبياء كانوا قاعد يعني الناس التابعين ليهم كانوا قليلين بالنسبه لاي مجتمع. ففكر كمان انه استخدام الدعايه والاعلان للموضوع، يعني هل هتشرب الحليب العادي ولا تشرب الحليب بتاعنا منتجاتنا؟ فكره انه كل الناس بتشرب كذا ولكن انت الوحيد اللي بتشرب من عند اللبان ابو كيسة اللي بيجي لك البيت، فخد بالك ان ده مش صح. لازم الناس كلها تبقى زي فرقه البيتلز عشان تبقى ناجحه. مثلا ده ممكن يتعمم بطريقه خاطئه، مثلا لو قلنا النهارده ان الشعب الالماني كان موافق في يوم من الايام على معسكرات اوشفيتز بتاعه الاضطهاد في النازي، احنا بنتكلم في سنه 39 لغايه 45، فكانوا عاملين معسكرات بيسلخوا فيها الناس وبيعملوا عليها شوربه ميزو سوب. فإذا دول خلفوا أحفاد والأحفاد هم اللي عايشين دلوقتي، إذا الشعب الألماني كله يعتبر نازي خلاص تمام. وهل ده أقدر أطبقه دلوقتي؟ مش مظبوط خالص. فإذا ده منطق ما ينفعش أن أنا أفكر فيه. المغالطات طبعا تبدو بسيطة، بس هي حقيقة الأمر لما نفكر فيها بنلاقي أن الموضوع
يعني مش مظبوط. احنا كمان برضو ما بنقدرش نربط ما بين بعض الحاجات المنطقية قوي ونربط ما بين حاجات غير منطقية. يعني مثلا ايه يا اخي، انا كل ما عيني الشمال دي ترف يحصل حاجة، حاجة غريبة جدا. انتوا عارفين ان مبيعات الايس كريم لما بتزيد بيبقى فيه جرايم بتحصل، يبقى اذا الايس كريم يؤدي الى الجرايم. اذا رفت عيني الشمال اللي هي اصلا ممكن اكون انا قاعد على الموبايل لغايه الساعه 4 الفجر بكلم المزه وبتاع وانا خلاص مش شايف وتعبان، فاذا الرفه دي ففجاه مثلا حله وقعت على راس الواد حمقه فحرقته، فاذا لو انا عيني رفت الحله هتحرق الواد حمقه. فده برضو ارتباط، انا شايف ان هو ارتباط خرفاني جدا ملوش اي معنى. لو احنا النهارده فكرنا كمان نلاقي مثلا انه لو قلنا انه التعميم المنحاز، انا شايف ان هو برضو من الحاجات اللي احنا بنعملها بفداحه. يعني مثلا نيجي نعمم كده ان كل الاشخاص اللي مثلا ليهم بشره معينه، الناس دي اغبياء جدا على فكره، واللي ليهم بشره معينه يا رزلين قوي، فتحس انك عملت قوس كده حطيت مثلا شعوب اسيا بالهنود بالبتاع في حته لمجرد انك تلطف فيلم معين. يعني مثلا انت شفت فيلم معين بيؤدي الى ان الناس دي بتعمل السلوك المعين، اذا كل الناس دي بتعمل السلوك المعين. فكره التعميم الرهيب. لما بنيجي النهارده نحاكم بني ادم ونقول له مثلا انا عذرك على فكره انك بتقول الراي الخاطئ ده وضد مصلحه المجتمع، ما انت فاسد. يعني برضو فكره ان احنا النهارده نحكم البني ادم بفساده في حاجه معينه على انه يعممه في رايه في حاجه تانية خالص. يعني نقول له انت مش قادر تقول راي عدل مثلا في الطب او حاجه او في السياسه او في الحقوق او whatever، ما هو انت اصلا ما انت متجوز ثلاثه يا نجم، ما انت بتاع ستات. طب ايه علاقه انه بتاع ستات بان هو بيحكم صح في ماتش الكوره؟ انت حكم، ما انت حكم. انتوا عارفين يا جماعه انه زمان حصل تحرش كبير جدا جدا باحد رموز الكوره المصريه، حضرته مش هقوله طبعا لان ده نقل سخيف لحاجه حصلت قدامي وانا طفل كنت بتفرج عليه، كانوا بيعايروه بالزواج من فنانه معينه على الهوا كده قدام الناس كلها، والجماهير تقعد تقول له كده 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 عشان خاطر تعايره انه ازاي يتجوز فنانه هم شايفينها جريئه جدا من وجهه نظر اخلاقهم ومن وجهه نظر تربيتهم، هم شايفين انها ازاي تمثل ده مع انها ممثله وده شغلها انها تطلع اي حاجه هي عايزاها لان ده شغلها العادي، وبداوا يعايروه جدا جدا مع انه بيلعب كوره وده ليه اللي كسر همته في الكوره. طب هو ايه علاقته بالكوره؟ ونجم كبير جدا على فكره يا جماعه، نجم كبير حقيقي. ايه علاقته بالكوره؟ ان هو يتخبط في مراته في البيت. احنا هذا الشعب على فكره، مش احنا بس كمصريين، احنا اقصد هذا الجنس من البني ادمين يعني. فده برضو حاجه مهمه جدا لازم نفكر فيها، التبعيه لاي حد بدون ما نفكر فيه ده شيء مهم جدا جدا. طيب نخلص من ايه بدل ما نحرق كتاب الراجل كله؟ لان انا بصراحه حرام، انا يعني صعبان علي ان انا ابوظ هذا الكتاب الجليل اللذيذ. انا ارجع هنا اقول انه ملخصا للفكره ان احنا عندنا اساليب لا ندري عنها شيء. الاساليب دي بتخلينا لما نفكر في التعامل مع الاخر باي conversation بتخلينا في حاله هجوم، وبعدين لو فكرنا شويه نلاقي ان احنا بنهاجمه ليه؟ هو لو بيتكلم صح هيفيدنا، فنعرف هو احنا بنعمل كده ليه. بمعنى ان انا لو هاجمت بني ادم خبطته في شيء شخصي مثلا كمثال من احد المغالطات المنطقيه، لو انا خبطته في شيء شخصي قوي وبعدين هو البني ادم ده اتهزم في اللي انا بقوله فانا انتصرت عليه عشان انا هاجمته بشيء شخصي، مين اللي كسب؟ هو خسر صح؟ انت كمان خسرت، لان ممكن يكون الراجل ده بيتكلم صح فانت خدت منطق اخر واثبتت بس بالايجو بتاعك النفسي ان انا اللي طلعت صح على فكره، انا كنت قلت ده من بدري. دكتور احمد خالد توفيق الله يرحمه كنت انا وهو في انجلترا وبعدين بنشتري عروسه كده من ديزني حاجه كده لبنته، وبعدين كان بيقول لي هي العروسه دي بكام، قلت له سعرها، فلما نزلنا تحت فلقى عروسه لقاها هي محطوطه تاني في دور تاني، هي محطوطه، فقال لي انا هشتريها، فما قلتلوش حاجه يعني ما علقتش، هي نفس العروسه بنفس كل حاجه. اما لما قال لي فوق قال لي بس دي مختلفه، لما طلع لقاها هي ومشينا خلاص. يعني بعد ما مشينا خطوات كده قال لي انت عارف انا مبسوط منك في حاجه، فقلت له ايه؟ قال لي انت ما علقتش، ما قلت شفت انا كنت صح، فقلت له يعني عادي اصلا انت اللي هتشتريها مش انا يعني. قال لي الناس ما بتعملش كده، الناس يعني بتحاول تثبت طول الوقت ان هم صح حتى لو كانوا على خطا، وبتحاول تفكر البعض الاخر بمدى الازمه اللي هم فيها وقد ايه انا طلعت على حق. شفت مش قلت لك؟ احنا بنمن على الاخرين، بنتعب نفسنا زياده، بنعمل جدل زائد، بنطول فيه جدا جدا، ما عندناش حسم للامور، مفيش حاجه 1+1 يساوي 2،
احنا بنعايب على الغرب، بنقول ان هم جافين جدا، انجليزي قوي في معاملاتهم، حقيقه الامر احنا اللي ملزقين جدا وعندنا نوع من انواع التطويل قوي. بص الافلام الحب بتاعتهم، بص الحب بتاعنا، هم طبعا عندهم رومانسيه عظيمه وبنحبها وبتموتنا ونحطها تيشرتات كل حاجه، بس في نفس الوقت برضو هي ساتل جدا وهاديه جدا وليها منطق، ومع الفرق الشاسع ما بيننا وما بين الرومانسيه بتاعتنا اللي هي عباره عن دم ودموع وابتسامات ورعب وحاجات كلها بتحصل جوه العلاقه. ده دليل ان احنا بنهري كتير قوي، ازيد من اللازم، مفيش تو ذا بوينت، ما بنقدرش نوصل للمنطق بسرعه. وانا اعتقد ان احنا عندنا ازمه كبيره جدا 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 في القرايه. ما تزعلوش مني ان انا كل حاجه بقول انها راجعه لعدم قراءه اي كتاب في الدنيا، اللي هو بيخلينا نتطور انسانيا ونسبق اي حد. البني ادم بيظل حي لانه بيقرا، اي بني ادم تاني بياكل ويشرب وينام ويخلص، هو ناقصه حياه كتيره جدا وفهم كتير قوي. هتوحشوني، اشوفكم الاسبوع الجاي. سلام عليكم. كنتم مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.